بكم في قناة مساء الأخبار، وأهلا بالمتابعين والمشتركين واللي بيشوفونا دلوقتي من أي مكان في العالم. الفيديو المرة دي عن ميشيل حاج، وهنتكلم عن كذا دولة على قد ما نقدر، وتوقعات مهمة قوي يعني في غاية الخطورة، منها تحذيرات لبعض الدول من هجوم إسرائيلي محتمل. تعال نشوف مع بعض التوقعات، والكلام مش بس على فلسطين لكن عن كذا دولة. بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس عشان تقدروا تكونوا متابعين معانا كل حاجة بتنزل، ان كانت اخبار او توقعات. ولو عجبكم يا جماعة المحتوى ما تبخلوش علينا باللايك والشير. ميشيل حاج السنة دي كان قال بعض التوقعات الحقيقة اللي البعض منها تحقق بشكل غريب، وفي البعض التاني تحذير. يعني كان قال مثلا في بعض المتفرقات العربية، قبل ما نتكلم عن الدول، صور ومشاهد بموقع عربي بتعيد للأذهان صور ومشاهد انفجار مرفأ بيروت، فده تحذير مهم قوي. وكمان قال تأخر الربيع العربي في أحد المناطق، بس قرب يظهر باسم وأسلوب جديد في دولة أو في منطقة تانية. أيضا قال سيناريو بن علي بتونس بيعود للذاكرة من جديد، يا ترى في واحد تاني ولا في حاجة هتحصل في تونس مش عارفة. ايضا قال ان تهريب الكبتاجون او حبوب المخدرات بتاعت الهلوسة دي، المرة دي الموضوع مش في الكمية، الموضوع في فضيحة الاسم اللي شايلها، وانسحابات من اوبك بتهز اوبك وتهز العالم، وايمن الظواهري ولو ميت راح يشغل جهات امنية، وملفات جديدة وتطورات غير محسوبة بتبدل مسارات الحياة الشخصية للاميرة هيا، وايضا فجأة بتسيطر الصدمة على احد الحلبات الفورمولا 1 بالخليج العربي، وتوقعات تانية. ولكن اللي هممني الكم توقع اللي كانوا في الاول. طيب قال ايه بقى للبنان؟ لبنان قال حوالي اكتر من 200-300 ألف توقع، ودايما بيقول توقعات كتيرة قوي في ليلة رأس السنة لبنان. طبعا مش هنقولها دلوقتي لان ساعتها ممكن عايزين 10 فيديوهات، فهنقول المميز في التوقعات دي. قال ايه بقى؟ اسمعوا التوقع ده. شايف اسرائيل في لبنان بتخطط لتفجير اكتر من معلم لافتعال حوادث ضخمة بتخض الاستقرار بالداخل ومن الداخل، عشان عايز يلهيهم بقى. شايف حزب الله او المقاومة عمالين يضربوا، فالحاجة الوحيدة اللي تخليهم يتلهوا يبقى في مصيبة في الداخل، كان التوقع وركزوا فيه. شايف اسرائيل في لبنان بتخطط لتفجير اكتر من مكان لافتعال حوادث ضخمة بتخض الاستقرار بالداخل ومن الداخل، وكمان توسيع رقعة التجسس. خدوا بالكم في خونة كتير في وسطينا محدش عارف عنهم حاجة. توسيع رقعة التجسس وتطورات أسماء لبنانية معروفة، والباترون وشوارعها مسرح لأكتر من مشهد دموي ومدوي وبالصورة لبنانيين وأجانب. قال كمان بوابة السفارة الأمريكية مشرعة، مرة للتعزية ومرة للتهنئة، خرق للدبلوماسية الأمريكية بلبنان، سفارة وسفير وممتلكات. كمان قال بيشهد لبنان نسخة بتشبه الاعتداء الأمني على تركيا اللي صارت في اسطنبول، وأجواء لبنان مش دايما راح تكون سالكة وأمنة أمام طيران الحرب الإسرائيلي. توقع ده برضو مهم، أجواء لبنان مش دايما هتكون سالكة وأمنة أمام طيران الحرب الإسرائيلي. جيش لبنان وجيش حزب الله أو حزب الله وجيش لبنان راح يجتمعوا صدفة بالذوق أو بالعافية، المهم هيجتمعوا. ده برضو توقع في غاية الخطورة، معنى كده إن لو حصل حرب لازم إن الاتنين دول هيجتمعوا مع بعض في الدفاع عن أرض لبنان. قال كمان ميشيل حاج تطورات مفاجأة بتعيد فتح ملف المعتقلين بسوريا وبتقلب بعض صفحاته، والرئيس نجيب ميقاتي والخطر بيكبروا مع بعض وقد بعض، بس بيضل الرئيس أكبر من الخطر. عند رجال الأمن، الأمن ممسوك بلبنان، بتوقعات الأمن مش ممسوك، وعم أشوف أكتر من سيناريو. أشرس المعارك رح يولعها دهب لبنان، وتعديلات بالمعادلة شعب وجيش ومقاومة، في حاجات هتحصل كتير بين التلاتة دول في لبنان. كمان قال هالمرة ملف النازحين السوريين بيتخطى حدود الحكي، وما رح يبقى تمثيلية لحد ما يوصل لمطرح من المطارح ملف برسم الانفجار.
برضو سلام الترسيم اللي ما بين لبنان وإسرائيل يعني ما راح ينفي الهستيريا العسكرية على الحدود الجنوبية، ما راح ينفي الهستيريا العسكرية على الحدود الجنوبية. 2023 راح تكون بصورة استثنائية سنة كبيسة ونحس على كتار من السياسيين في لبنان، ومصيبة ورا مصيبة، بس بين مدبر ومش مدبر طوارئ بالسرايا الحكومي بيشقلبوا الأجواء من فوق لتحت. كمان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ملف راح يرجع يتحرك من جديد بقضية بتفجر يعني أو بتنفجر، بتفجر أو هي اللي بتنفجر في نفسها. كمان قال بين بر وبحر اهتزاز بيهز حتى الحجر في لبنان، طيارة بتتعرض بلبنان، وهالمرة مش مهم شو راح يكون لون القمصان، سود ولا بيض ولا خضر، المهم شو راح يعمله. الدراجة النارية بتولع نيران المشهد، بيوعى تنظيم داعش من نومه الاصطناعي المرة، وهيتحرك على الأرض بمشاهد بتشبه عز أيامه، ربنا ما يقومه أبدا. الترسيم البحري برسم خرق بيعمل خرق بالمعادلة اللي هو ما بين لبنان وإسرائيل، شايف مستشفى قايمة قاعدة عجقة ومعجوقة، مشاهد صارخة وقاسية بتعدنا للذاكرة لحادثة مروان حمادة المر، وصولا للرئيس الشهيد رفيق الحريري لما كان انفجار في الشارع وناس ماتت غير ان هم اغتالوا طبعا الشخصية الكبيرة دي. ايضا قال في احد التوقعات تقل تقيل على المحكمة العسكرية والمطلوب خضة وشقلبتها، قرار واحد ما في غيره بتاخده المملكة العربية راح ينقل لبنان من ليلة وضحاها من مطرح لمطرح، مش بس نفط وغاز تحت المية، لبنان راح يلاقوا كنوز تانية ما بتتمن. ترسيم الحدود البحرية مع سوريا راح تعوز قاموسين مش قاموس واحد. كمان قال ملف المرفأ القضائي هو كمان راح يفجر رؤوس اللي فجروا المرفأ، مخطط اسود لانفجار يوازي انفجار المرفأ تاني، واحد تاني شبه اللي احنا قلنا في الاول. ليه بقى؟ هدفه نقل الانتظار او الانظار معذرة لمطرح تاني، نقل الانظار لمطرح تاني. ملف المرفأ بيجمر وبيولع وكمان بيطلع من عزلته. ترسيم الحدود البحرية ضبط بنسبة عالية المشكلة، وراح تكون المشكلة اللي جاية بترسيم الكميات، بتكبر على الحدود بين سوريا ولبنان او تكسير على الحدود بين سوريا ولبنان علشان توقف التهريب فوق الارض وما بتخلص حتى تحت الارض. شرارة الثورة هالمرة نقطة دم، وده اللي قاله بالظبط عن لبنان. قال ايه كمان بقى بالنسبة لبقية الدول العربية؟ سوريا قال مخيم الهول بسوريا شرارات واشارات بصورة نساء داعش واولادهم، وكمان ثنائية سوريا ومصر بالخط العريض وبخط اعرض ثنائية الاسد واردوغان، وبتكرر ورا بعضها الثنائيات من دون سبق انذار. بيلاقي الجيش السوري نفسه امام امتحان صعب بس بيغير في المعادلات، اكتر من مهمة بتستلمها اسماء الاسد بالداخل السوري لاكتر من دولة وبلد، تتعرض اسماء الاسد لسلسلة مخاطر ومش بهدوء راح يظهر ويتظاهر مساجين من السجون السورية، عواصف غير طبيعية بتضرب طرطوس من فوق ومن تحت، تعديلات مهمة وحساسة بقانون قيصر بتعدل مسارات العقوبات على سوريا، النظام السوري بيغير نظامه، تلاعب بالليرة بيطير رؤوس وبيعرض أسماء كبيرة للخطر، انطلاق معركة استئصال الفساد وعصاباته بسوريا، كهرباء ومحروقات ودواء ومواد غذائية وغيرهم بيرجعوا للحياة السورية اليومية. خرق ما بيشبه غيره بهدنة الجولان وحملة من الحملات المغرضة على مصر في المركز السوري بتحقق بعض الأهداف، وردة فعل سوريا موجعة على عدوان إسرائيلي، ده بقى اللي بيهمني، ردة فعل سوريا موجعة على عدوان إسرائيلي، طائرات عربية وأجنبية ذهابا وإيابا بسماء سوريا. وقال كمان بالنسبة للسعودية بتنحرف الأنظار لبعض الوقت عن موسم الرياض إثر حدث مفاجئ، وده اللي حصل ساعة فلسطين ولما طلع ممثل وقال اللي هو كان مع أحمد مكي في المسلسل الكبير نسي اسمه دلوقتي، قال أنا مش هطلع أروح موسم الرياض عشان منفعش راح أضحك الناس وإخواتنا بيتقتلوا، فالراجل طلع كخة لما قال كده، وبالدليل على كده عايزين يلغوا دوره أو يلغوا مكانه في المسلسل، فراح أحمد مكي رفض كده وده خسره كتير جدا.
انا معرفش، مش فاهمه ايه اللي بيعملوه بالظبط، مش فاهمه موقف السعوديه الحقيقه، مش فاهماه. بتنحرف الانظار لبعض الوقت عن موسم الرياض، اثر حدث مفاجئ، اجنده القياده السعوديه دسمه مليانه تطورات واحداث امنيه بتستدعي تاهب فتحرك فضرب بيد من حديد. سؤالين كبار محور واحد بالسعوديه راح يكونوا الاول: من ولي العهد الجديد وليه في ولي عهد جديد؟ تركي الشيخ يخوض اشرس المعارك بوجه الحساد والمحافظين وبمطرح بينتقم التعصب من الانفتاح، بينتقم التعصب من الانفتاح. كأنه حجر الكعبة راح يعبر عن شيء جديد في خلال حدث بيتصل بيه، والحزن بيكتر زياراته أو بيكتر زياراته للعيلة المالكة. بيكون الملك سلمان في المرحلة المقبلة محور أخبار بالداخل فيها حقائق وإشاعات، غليان بسيط داخل أسرة الملك، وعنوان الضجة أو عنوان القبعة بالسعودية هالمرة بتروح ما بين التصفية والإعدام. لأ، عنوان الضجة، معذرة، عنوان الضجة بالسعودية هالمرة بتروح ما بين التصفية والإعدام. واحدة من المحاولات الإطاحة بالعرش السعودي راح تتسرب للعلن، وجه مشهور بيتعرض على الأراضي السعودية، وراح بنشوف ونسمع السعودية والسعوديين بتصلي وبتدعي لأحد كبار رموزها، وتوقع كمان أخير بقى لدولة تانية وهي مصر. مصر في أكتر من حداد رسمي، واحد منهم على شخصية غير مصرية عزيزة على مصر. مهما كان التمن راح ياخد الرئيس السيسي حق مصر في سد النهضة. رؤوس وكيانات قبطية بالمرصاد، ورغم الإعلامات الإيجابية في أفق الاقتصاد المصري لسه في هزة قدامه. وقال كمان: إشاعات على سحب الأموال على البنوك المصرية ثم الإفلاس، وبتكون مجرد إشاعات محدش يصدقها. نبات بتشظي أحمد أبو الغيط والجامعة العربية يوم حداد في قناة السويس. بين الصدفة واللغز بتكتر الكوارث في المواصلات المصرية، معالم بارزة بتتأثر بالهزة المصرية. وده برضو توقع من التوقعات المهمة جدا اللي اتقالت على مصر. لسه معانا في دول تانية ما تكلمناش عنها، استنونا في فيديو اخر هنتكلم فيه عن ابرز واخطر التوقعات اللي قالها ميشيل حايك للدول العربية خلال عام 23. شكرا ليكم وعلى حسن استماعكم. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، وياريت نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. كان معكم اختكم مريم من قناة مساء الاخبار.